بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة يا إخواننا معادنا مع درس جديد من دورة فيجوال بيزك 2012 و2010 تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. هناخد النهاردة إن شاء الله يا إخواننا التحويل بين المتغيرات، ودرسنا النهاردة هيكون بعنوان Implicit Conversion أو التحويل الضمني. يعني إيه تحويل ضمني؟ يعني إيه تحويل أصلاً؟ تعالوا بينا كده نفتكر واحدة واحدة. لما كنا بنقول ان المتغيرات عندنا انواع، صح؟ وكل نوع ادينا له شكل على شكل اناء. في عندنا هنا اناء، في عندنا هنا اناء اكبر شوية، في عندنا اناء اكبر خالص، صح؟ حجم ده غير حجم ده غير حجم ده، تمام؟ طيب اكيد لو محتويات ده، المحتويات دي كلها حطيناها في ده لان ده اكبر، اكيد المحتويات، اكيد ده رقم 2 هياخد محتويات رقم 1 بسهولة، صح؟ وكذلك برضه لو حطيت محتويات 1 في رقم 3 هتيجي في ايه؟ بسهولة. ليه؟ لان هو اكبر. في مشكلة في كده؟ لا، مفيش مشكلة. طيب المشكلة فين بقى؟ المشكلة لما محتويات رقم 2 نيجي نحطها في رقم 1، او رقم 3 تيجي نحطها في رقم 2 او رقم 1. يبقى احنا عندنا نوعين من التحويل الضمني هنتكلم عنه. في تحويل اسمه تحويل واسع وايد، widening conversion، وفي تحويل اسمه تحويل ضيق من الكبير للصغير. تعال نتكلم الاول على التحويل الواسع، الوايدنينج كونفرشن. الوايدنينج كونفرشن يعتبر اسهل انواع التحويل. ليه؟ لان النوع ده بيتم من الصغير للكبير. انت بتحط 2 كيلو او 2 لتر في برميل بيحتوي على 25 لتر، هيقضوا؟ اكيد هيقضوا، ما البرميل فاضي، تمام؟ انت بتحط محتويات مثلا كنز، تمام، بيبس مثلا، اللي مثلا لايه في ازازة كبيرة لتر ونص، يقضي؟ يقضي. ليه؟ انت ممكن تحط الصغير في الكبير، الكبير الفاضي. في مشكلة في كده؟ مفيش اي مشكلة خالص. كذلك برضو المتغيرات عندنا، المتغيرات، مش احنا قلنا المتغيرات عندنا ترتيبا كده بايت ثم شورت، تمام، ثم الانتجر ثم اللونج، تمام، ثم عندنا الانواع بقى الايه التانية اللي هو السنجل الدبل الديسمال، صح يا اخوانا؟ طيب الديسمال خلي بالك له ايه، هو مش كبير ومش صغير، هنتكلم عنه ان شاء الله فيما بعد، تمام. طيب يبقى ده كده بالترتيب، في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. يبقى لو احنا بدينا بالبايت، تمام، اهو على حسب ما احنا كنا ذكرنا، لو احنا بدينا بالبايت، خلي بالك هنا، خلي بالك هنا الديسمال هو بياخد حجم، بس هو المفروض هنا، تمام، هو بيبقى موجود ايه يعني، هو مش اكبرهم يعني. طيب هنا البايت الوعاء الصغير بسهولة يتحول لسنجل، صح؟ يعني اللي يجي في البايت، اللي يجي في الكنز يجي تأكيدا في اللتر ونص، واللي يجي في البايت والسنجل يجي على طول في الشورت، صح؟ مش ده الانواع اللي احنا كنا قلناها بالترتيب، تمام، كل واحد على حسب مساحته، تمام، صح يا اخوانا؟ طيب في هنا بقى جدول بنعتمد عليه في التحويل ده، انت مش هتحفظه، انت لو عرفت الترتيب ده من خلال شغلك يبقى انت تعرف النول يتحول نص صغير، فبالتالي انت تيجي تحول الصغير للكبير، صح؟ طيب تمام. الجدول ده
بيوضح لك التحويل الوايدنينج. تمام؟ طيب بيقول لك اي نوع من الانواع بيتحول لاوبجكت. فاكر لما قلت لك اوبجكت بيحتوي على كله؟ تمام. يبقى اي نوع من الانواع كلها، سترينج، دبل، ديسيمال، كاركتر، اي شيء او كار، اي شيء يتحول لايه؟ لاوبجكت. طيب البايت خلي بالك بيتحول لشورت، انتجر، لونج، ديسيمال، سنجل، دبل. يبقى شورت، انتجر، لونج، وديسيمال لدبل. طب الشورت هتشيل الشورت من هنا بقى، يتحول لانتجر، لونج، ديسيمال، سنجل، دبل. ها ثم بعد كده الانتجر يتحول لونج وديسيمال وسنجل ودبل، واللونج يتحول لديسيمال وسنجل ودبل، والديسيمال يتحول لسنجل ودبل، والسنجل يتحول لدبل. الدبل ما ينفعش يتحول، لان ايه؟ لانه اكبر واحد بياخد مساحه، مش بياخد مساحه، بياخد ارقام. لكن الديسيمال مع انه اصغر منه بس اكبر واحد بياخد مساحه. تمام. طيب الكار بيتحول لسترنج، الاسترنج ما يتحولش، الاسترنج ايه؟ ما يتحولش. وصلت يا اخوانا؟ يبقى خلي بالك في عندك الانواع، الوعاء الصغير يجي في الوعاء الكبير، ده بيسموها الوايد كونفرشن او التحويل الواسع. خلي بالك انا كده بتكلم، عندنا نوعين من التحويل، تحويل واسع، اسف، تحويل ضمني امبليسيت كونفرشن، وتحويل صريح اكسبليسيت كونفرشن. احنا دلوقتي بنتكلم في التحويل الواسع، اسف، التحويل الايه؟ الضمني. التحويل الضمني في نوعين، تحويل واسع وتحويل ضيق. احنا دلوقتي بنتكلم عن التحويل الايه؟ الواسع، اللي هو الايه؟ الوايدين كونفرشن من الامبليسيت كونفرشن. طيب تعالى نعملها ازاي بقى بسهوله خالص. افتح مشروعك اهو، عرف متغيراتك، هتقول له ايه؟ انت بتقول له ديم الاكس از انتجر او ده شورت. طيب تمام، عندك متغير تاني واي بيساوي مثلا از الاول انت 32. يبقى في عندك واحد خلينا نتكلم عليهم شورت، وفي عندك واحد انتجر. تمام، مفيش اي مشكلة خالص. الاكس ده بيساوي مثلا 255 او مثلا ايه 1000. تمام، خلي بالك بقى هقول له الواي بيساوي الاكس. في مشكلة في كده؟ مفيش مشكلة. ليه مفيش مشكلة؟ لان انا دلوقتي ده عندي وعاء صغير، الشورت ده وعاء صغير، الانتجر ده وعاء اكبر شوية، فبالتالي اللي يجي في الوعاء الصغير تلقائي هيجي في الوعاء ايه يا اخوانا؟ الوعاء الكبير، الوعاء الايه؟ الاكبر منه. فلما تيجي تقول له كونسول دوت رايت لاين، هطبع قيمة الاكس اولا ثم قيمة الواي، كنترول اف 5، تلقاه هيقول لي 1000 و1000. ليه؟ يعني مثلا طفل صغير مثلا قدر يشيل 1000 مثلا 1000 كيلو وليكن مثلا، تلقائي الراجل الكبير تمام هيشيل 1000 كيلو، الشورت شال 1000، يبقى تلقائي الواي اللي من نوع انتجر هيشيل ال 1000. ده بيسموه ايه؟ ها اول حاجه تعالى يعني نعرف ايه امبليسيت كونفرشن. انت كده فهمت امبليس كونفرجن يعني ضمني، من وسط الكلام كده. واحد قال لك امبارح والله انا كنت رايح امبارح وماشي رايح الجامعه بتاعتي، فالجامعه بتاعتي مثلا فين؟ الجامعه بتاعتي مثلا لقيت في، او مثلا بقول لك انا امبارح كنت رايح مثلا ايه جامعتي، جامعه مثلا جامعه الهندسه، فعرفت الراجل ده في كليه هندسه. هو ما قالكش انا في كليه هندسه، بس بقول لك انا رايح جامعتي كليه الهندسه، او راح كليتي كليه الهندسه. انت فهمت راجل مهندس، عرفت منين؟ بيقول لك جامعتي كلية الهندسة، ده اسمه ضمنيا، قال لك في وسط، انت فهمت من خلال الكلام. ده برضو انت بتفهم من خلال الكلام، او الكمبيوتر بتفهم من خلال الكلام، اللي انت بتحول القيمة من النوع شورت بتحطها في النوع انتجر. ده بيسموه ضمني. ما بقالكش صراحة على فكرة انا في كلية هندسة. لا، قال لك على فكرة انا كنت امبارح رايح كليتي كلية هندسة، لقيت سين ونون وعين والكلام ده.
تمام. يبقى ده النوع الاول بيسموه الوايد كونفرشن، ده بيتم بسهوله جدا فوق ما تتخيل، وبيتم بدون اي اخطاء. ليه؟ انت بتحط الحاجه الصغيره في الحاجه الكبيره بس، خلاص. ده الوايد ايه يا اخوانا؟ الوايد كونفرشن. الكونفرشن يبقى عندنا اهو امبليسيت كونفرشن بينقسم لاثنين، واحد وهو السهل وايد، وعندنا اثنين وهو النارو كونفرشن او التحويل الضيق. ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي ان شاء الله. يبقى احنا كده عندنا الامبلس كونفرشن التحويل الضمني، خدنا الوايد كونفرشن بسهوله خالص مفيش اي مشكله، بتتم التحويل الضيق تمام للتحويل الايه، اسف، من حاجه صغيره لحاجه كبيره بس، تمام. بتحط حاجه مساحتها مثلا عرضها متر في حاجه عرضها 3 امتار، مش معقول هتقول لك لا خلاص. طيب تعال هنا بقى ناخد التحويل الضيق وهو العكس. العكس يعني ايه؟ يعني انت بتحط الحاجه الصغيره، اسف، الحاجه الكبيره في الحاجه الصغيره، بتاخد من هنا تحطها من هنا. طب افرض الحاجه دي زياده، يعني دي زياده، الحته دي كلها زياده صح، المساحه دي كلها ايه زياده، فيحصل عندك هنا ها فائض. ليه؟ لان انت هتحط ده هنا، هتحط ايه؟ هتحط الكبير في الصغير، وهتحط ده هنا او هنا، الضيق بتحط الكبير في الايه في الصغير. تعالى بقى نشوف هنعمله ازاي. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي عندي واحد شورت وعندي واحد مثلا ايه ديسبل، خلاص عندي واحد شورت وعندي واحد ديسبل. انا عرفت الشورت قلت له الواي بيساوي مثلا 15000 او 1503 من عشرة. هيقول لا؟ لا مش هيقول لا. هاجي هنا اقول له الاكس بيساوي الواي. خلي بالك الاكس اللي نوعه شورت بيساوي قيمه الواي. تعال بقى نشوف الاثنين. خلي بالك قال لك الاكس ايه؟ قال لك الاكس 1500 بس. طب قال لك الواي ها 1503 من عشرة. ليه؟ لان الواي اساسا ده الكبير، ده الاناء الكبير او العبوه الكبيره، لكن اساسا الشورت ما بيشيلش مع ايه، ده الاناء الصغير اللي هو اصلا ما بيشيلش ايه علامات عشريه. علامات ايه يا اخوانا؟ عشريه. مش كذلك فقط في العشريه، لو خلي ده انتجر، خلي ده ايه انتجر تمام، شيل بقى الالف ونص، عرف الواي ده مثلا بمثلا ايه بمليون تمام، عرف الواي ده ايه بمليون. تعالى اطبع الاثنين، هيقول لك لا. لاحظ هنا خطا بقى، تعال نشوف ايه الخطا. شوف الخطا بيقول لك ايه، بيقول لك ان هاندلد اكسبكشن، هنتكلم عنه ان شاء الله فيما بعد الايه الاكسبشن والكلام ده. بيقول لك الاكسبشن ده ات اريزمتيك اوبريتورز في الموديول مين، المشروع اللي اسمه اريزمتيك اوبريتورز في الموديول. خلي بالك شوف بيقول لك اسم المشروع دوت اسم الموديول دوت اسم السب، زي ما خدنا قبل كده دوت الفرع بتاعه. بيقول لك ايه بقى، شوف الخطا، بيقول لك في التمب تمبوراري بروجكت اريزمتيك موديول كذا في اللاين 11. اللاين ايه 11، ايه اللي حصل في اللاين 11؟ اكس اسم الاكسبكشن اهو، اريزمتيك اوبريشن ريزلتد ان ان اوفر فلو، عندي في طرطشه لما جيت حطيت من البرميل الصغير البرميل الكبير للبرميل الكبير، حصل ايه اوفر فلو، حصل ايه زي ايه فائض، حصل طوفان، حصل زياده، حصل حته عندي زياده كده مش قادر احشرها. وصلت يا اخوانا؟ يبقى هنا انت ازاي بتحط مليون في قيمه الشورت اللي اخره اساسا بتشيل من فوق 32767 تمام، مش الشورت بيشيل من سالب 32768 الى موجب 32767، ازاي انت بتحط فيه مليون؟ ازاي اساسا عايز مثلا تحط حاجه عرضها متر
في حاجة أو حاجة عرضها متر في حاجة 3 متر في حاجة عرضها متر، ما ينفعش. لاحظ هنا إيه؟ ما ينفعش. وصلت يا إخوانا؟ طيب، ولا 100,000 ولا 100,000، تمام؟ طيب لو أنت قلت له 32,768 كده، خلي بالك هيحصل عندك الخطأ. طيب إيه اللي واحدة فقط؟ واحدة فقط يستقبله. ليه؟ لأن هو آخره كده، ده كده على الآخر يعني، كده زي ما بقوله إيه؟ مفيش حتى أي شيء، مفيش هوا، مفيش يتنفس. ليه؟ أنت مليته على الآخر، هو آخر الشرط أساساً. ليه؟ لأن أنت بتقول له الإكس، قيمة الإكس بيساوي قيمة الواي. تمام؟ قيمة الإكس بتساوي قيمة الواي. اتفقنا يا إخوانا؟ يبقى أنت كده، إحنا دلوقتي في التحويل النارو بنحط الحاجة الكبيرة في الحاجة الصغيرة، بنضيق المتغير، بنربط عليه، بنعمل زيب. تمام يا اخوانا؟ طيب يبقى خلي بالك التحويلات دي بتحصل فيها اخطاء كبيره جدا. طيب في عندك حاجه بقى، لو هو ده من النوع شورت ماشي، طب لو ده من النوع مثلا ايه، خلينا مثلا من نوع ديسمال وده من النوع سنجل، يبقى احنا دلوقتي بنحط السنجل في الديسيمال، احنا بنحط الاكس اللي هو ديسيمال، بنحط الواي او بنساوي الديسيمال بالسنجل، ما ينفعش هما الاثنين مش قد بعض. تعال احط كده ارقام اهو، دوت مثلا ارقام كتير. تعالى لاحظ هنا قال لك ايه وهنا قال لك ايه. هنا جاب لك الرقم مرفوع لاس ايه ده، يعني مرفوع لاس 10، أس 10 موجب مرفوع ل 10 أس 17. لاحظ القيمة دي غير القيمة دي، لأن ده يختلف عن ده، ده مساحته الديسيمال مساحته أقل من السنجل، مساحته أقل إيه، أو بياخد أرقام أقل من الإيه؟ من السنجل. وصلت يا إخوانا؟ فالواي ده أو النارو ده، عملية النارو التحويل الضيق، تمام، يعمل لك مشاكل. فعلشان تتجنب المشكلة دي يقول لك ايه، هتكتب لي فوق هنا كده، خلي بالك عشان اقفل الايه، التحويلات الضمنية، هقول له اوبشن استريكت، احنا خدنا اوبشن اكسبليسيت، هقول له اوبشن استريكت اوف، بس ما تحولش ضمن، شغل كده تمام، او خليها زي ما كانت مثلا دبل، او خليها مثلا انتجر، وخلي دي شورت تمام، خلي دي كده، احطه مثلا ايه مليون كده. هو طبعا نفس الخطأ بس ما حولش، تمام، عارف امتى يحول، او خلينا بلاش كده، خلي الشورت مثلا والايه. طيب عايزين نجرب لها مثال حلو، عايزين مثلا بين ايه، بين انتجر، نعرف الاكس ده نوع انتجر، انت 32 انتجر، وخلي ده دبل مثلا تمام، فعرف الواي ده مثلا ايه 55.3، خلي الديسمال عشان الايه المساحه 55.3 كده. لاحظ ايه اللي يحصل، قال لك 55، قال لك ايه 55، انت بتضع الاول الاكس اللي هو نوعه ايه انتجر، قال لك 55 وهنا 55.3. طيب انت دلوقتي خلي بالك احنا قايلين اوف، طيب خليها انت بقى اون. اوف يعني ايه؟ يعني كانك اصلا مش كاتبها، كان انت ايه مش كاتب، خليها انت ايه اون، يعني بتقول له لو سمحت ما تخليليش تحويل ضمن خالص، الغي التحويل الضمن ده، الامبليسيت ده الغيه خالص ولا كانه موجود. لاحظ يقول لك هنا لا ما ينفعش، طب يهديك يرضيك ما ينفعش، طب ما فيش واسطه ما ينفعش، خلاص. ليه؟ عشان قلت له اوبشن استريكت اون، خلاص خليك حازم معاه خلاص. ليه الاختيار ده بيعمل ليه؟ لان انت ساعات لما تيجي تحول من الكبير للصغير بيضيع لك قيم، فتلاقي البرنامج بتاعك باص، انت عامل حسابك على ناتج تمام ويطلع لك ناتج تاني، فدي مشكله تمام. فواحد يقول لي طب استنى، طب ما انت كده ما عرفتش احول، طب اعمل ايه؟ طيب
قال لك لا في تحويل بقى باستخدام الطريقة التانية. تمام، احنا قلنا ايه، في عندنا الامبليسيت وفي عندنا الاكسبليسيت. هناخد بقى ان شاء الله اللي هو الايه الاكسبليسيت الصريح، اللي انت بتقوله لو سمحت حول لي من هنا لهنا. تمام، الضمن ده ممكن يتم ايه يعني من غير ما تعرف، من غير ما تاخد بالك، لكن الاكسبليسيت الصريح انت اللي بتقوله. تمام، يعني الشخص بتاع الجامعة هندسة بفرض انه مش عايزك تعرف في كلية هندسة، تمام، بس وقع بلسانه فانت فهمت، لكن التاني هو متعمد يقول لك خلي بالك انا راجل في كلية هندسة. وصلت اخوانا؟ يبقى لو قلت له هنا اوف كأنك بتشيلها بالظبط، فبالتالي ممكن تحول ضمنيا. لو قلت له هنا اون فبالتالي يشيل لك ايه ده. خلي بالك حتى لو عملت ايه برضه، حتى لو قلت له مثلا هنا ايه، لو قلت له هنا شورت، قلت له هنا انتجر، تمام، طب يهديك يرضيك، ده انا بحول كده من واسع اهو، او تقول له مثلا ايه الواي او الاكس بيساوي كذا، وتقول له الواي بيساوي مثلا ايه الاكس. تمام، انت هنا بتقول له الواي بيساوي 5. هنا خلي بالك عمل لك ايه 5 و5، خدها. طب انا قافل، قال لك انا قافل النارو. وصلت يا اخوانا؟ انا قافل ايه، انا قافل التحويل النارو. يبقى انت كده بالاختيار ده انت بتقفل التحويلات الايه، التحويلات الضمنيه. تمام، التحويلات الضمنيه الايه الضيقه النارو، يبقى ده بيقفل الايه النارو، لكن الوايد شغال زي ما هو. ليه؟ لان بيتم بسهوله. تمام، بيتم ايه زي الايه بسهوله خالص. اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى ده ان شاء الله هو ده الامبليسيت كونفرشن. نوعين، التحويل الوايد بيتم من حاجه صغيره، من الحاجه الصغيره تتحط في الحاجه الكبيره فياخدها تلقائي، الحاجه الصغيره تتحط في الحاجه الكبيره ياخدها تلقائي. اما الحاجه الكبيره تتحط في الحاجه الصغيره، لا افرض الحاجه الكبيره دي كانت مليانه على اخرها، فبالتالي هتروح هناك يعني ايه هتطفو، هتبقى زياده، هيبقى في فائض. تمام، فيحصل عندك حاجه اسمها تحويل ايه الضمني. عايز توقف التحويل الضمني الضيق، وقفه بايه، باوبشن ستريكت اون يتحط في خانه الجنرال الديكلاريشنز. تمام، عايز تشغله خليه اوف او امسحه. تمام يا اخوانا، خلي بالك الافضل هتستخدم التحويل الصريح اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.